أول ما بدأت الأزمة في أول أسبوع كانت المشاكل كلها في الخرطوم. بعد الأسبوع الأولاني بدأت تطورنا إحنا في ولاية الجزيرة، فحصل فيه اشتباكات وحصل فيه دوشة. طبعاً كانت فترة مش صعبة يعني، بس الحمد لله عدت على خير يعني، لحد ما جالنا توجيه من وزارة الخارجية إن إحنا نتحرك على أقرب مكان للإجلاء. فبدأنا نتحرك من ولاية الجزيرة لحد حلفة الجديدة، ومن حلفة الجديدة لحد بور السودان، وانتظرنا لحد ما حصل إجلاء لنا على طيارات مصر العسكرية. كان في تسهيلات على يعني ان انتوا توصلوا لارض مصر بالسلامه، ايه الخدمات اللي تم تقديمها ليكم؟ وكمان حضرتك بتقول تم التواصل معاكم من الخارجيه عشان يعني عمليه العوده، عمليه التواصل كانت ازاي؟ عن طريق البوستات اللي كانت بتجينا من زملائنا هنا في مصر بوسيله الاتصال بالواتساب وبالتليفونات. الرحلة بتاعتنا في الحركة من داخل السودان لحد بور السودان الحمد لله كانت الأمور ميسرة وما فيش فيها اشتباكات يعني، لأن احنا خدنا اتجاه الشرق ما خدناش اتجاه الخرطوم يعني. رسالة توجهها لشعب مصر وللدولة المصرية؟ تحيا مصر، تحيا مصر، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وتحية للقائد عبد الفتاح السيسي اللي هو ما فرطش في ابنائه وجاب جزء كبير، والباقي هيجي تباعا ان شاء الله. مش قادره اوصف لك يعني، انا كنت بموت هناك اصلا، انا وبنتي كنت بموت هناك، الضرب من كل ناحيه، من كل ناحيه كان محاصرنا في البيت بكل يعني، كنا بنترعب، كنا بنشاهد كل يوم على نفسنا. وحقيقي بجد يعني كتر خير الجيش المصري بصراحه يعني انقذنا. كنت واثقه ان انت راجعه وكان عندك امل ان انت راجعه تاني وان الدوله مش هتتخلى عنك؟ انا اروح بورتو السودان، كنت هتجنن اروح بورتو السودان عشان اجي مع الجيش، وفعلا انا حاولت ورحت الحمد لله وهم جيت معاهم. المسؤولين كانوا بيتصلوا معاكم ازاي عشان ياكدوا وصولكم للمناطق المختلفه او تنقلاتكم لحد ما جيتوا الحمد لله لارض الوطن؟ هو احنا اتصلنا بالسفاره وكانوا بيردوا علينا وكده وامنونا في الاول وكده، وبعد كده احنا رحنا السفاره المصريه اللي في بورتو السودان على طول. الحمد لله على سلامتك، وكلمه بقى لشعب مصر وللسيد الرئيس وللجيش المصري. ربنا يخلي السيد الرئيس ويخلينا الجيش المصري. ده امل جديد طبعا وعمر جديد، لان شفنا الموت بعينينا، فالحمد لله وصلنا بالسلامه وتحيا مصر. ازاي تواصلتوا مع المسؤولين وازاي كانوا بيتابعوكوا في عمليه التنقل لحد ما وصلتوا لبورتو السودان؟ انتوا بورتو السودان صح؟ احنا بعثه تبع مصر للطيران، شغلنا في مطار الخرطوم في السودان. فلما حصل الحرب تابعنا مع السفاره، والسفاره جهزت لنا السفر لهنا. ايه الخدمات اللي قدمتها لكم؟ عارفه ان كان في خدمات طبيه على الطياره، وكان في خدمات طبيه دايما بتتابعكم. كل الخدمات موجوده، كل الخدمات موجوده، وكل طلباتنا كانت مجابه. الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامه، واول ما جالنا الخبر ان في طيارات تبع القوات المسلحه المصريه، فطبعا ده حاجه خلتنا فخورين بمصر، اقسم بالله اكتر ما احنا فخورين بيها. وانا بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر جمهوريه مصر العربيه، وانا فخور بجد ان انا مصري. شكرا جدا للقوات المسلحه ولسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشكره جدا، عمل يعني حاجات كتيره جدا، والناس كلها بره مش هنا بس، السودانيين نفسهم بيشكروه جدا وبعارفين المجهودات اللي هو بيعملها وعملها معانا، حتى عرفنا ان هو فاتح بابه للسودانيين وبيخشوا هنا وبيرحبوا بيهم، ويعني نقدر نقول مصر ام الدنيا وتفضل قد الدنيا. تحيا جمهوريه مصر العربيه، تحيا بص مصر فعلا بجد الامن والامان. ونشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا جمهوريه مصر العربيه.